السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة في قناة يحيى عدنان هوايات مصرية. لو أنت أول مرة تتفرج عليا، أنا مقدم البرنامج يحيى عدنان، بتقدم فيديوهات تابعة للهوايات المصرية. النهاردة من غير حمام الهرم الرابع، معايا محمود أبو الهرم. جو حمام من الهواة المحترفين، مش كلام النهاردة ولا هو عشان معايا في الكاميرا. عمل حمامتين في أقل مدة ممكن حد يعمل فيها حمام، وبيحب الحمام الغريب. جاوا حمام بقاله 45 سنة، محترف في غير حمصات بحنسة تتفرج علينا. بعد كل رجالة أحلى 100 مليون نساء على الله صباحا يا حبايب. هنفرجكم النهاردة على حلقة جميلة جدا مع جاوا حمام محترف، وإن شاء الله نستفيد منه. يلا رح نصب النور تتفرج علينا. بعد كل رجالة الوقت احنا بتفرج علينا غوا مصر، غوا مصر كلها، منهم الغوا المحترفين ومنهم الغوا المبتدئين. حلقة النهاردة عايزين نفيدهم للمبتدئين وللمحترفين، نثبت لهم الغية. الحمام اللي انت عامله هنا اول حاجة، عامله غريب ولا عامله زغلول؟ كل اللحام اللي انت شايفه قدامك ده كله حمام غريب. يعني انت بتأيدش الزغلول؟ ما احبش اربي زغلول. ليه بقى؟ اللي بيعي واللي كده واللي انما انا في اسبوعين اجري لك 50 60 فرد بيت فرد. طب مين اللي علمك الغية يا ابو النور؟ انا مولود تلات الحمام على بدني. مولود بس حرفنت الغية. كان ابويا الله يرحمه، الله يرحمه، كان غاوي وعلمك الغية. وعلمنا الغية على اصول. طب الفرد الغريب بيصح احسن من الزغلول ولا الزغلول ما يعلاش عليه؟ هو الزغلول عمود الدايم، عمود الدايم، بس انا ماليش اخلاق له. مالكش اخلاق ليه؟ اكله الصبح حاجة اخر النهار الاقيه عيان. اكله بالليل اصحى الصبح الاقيه عيان، اجيب له علاجات، اجيب له لما ربنا 50 يصفوا له على 10 في الاخر خالص. في الاخر خالص. طب ليه؟ طب انا راح اجيب لي دور غريب واسبوع وطير. اسبوع وطير. طب الحمام الغريب في نصحته وذكائه معاك، بتحس انت بتجريه وكده، بتلاقي معاك موجب؟ ايوه، حسب اللي مربيه، حسب الغاوي اللي بينشه ولا حسب اللي مربيه اصلا؟ حسب الغاوي اللي مربيه اصلا. اللي مربيه اصلا مربيه زغليل تحت ايده، خد الفرد اقعده يومين تحت الشبكه وسيبه، هيلف دمياط كلها ويجي. فرد حمام فاهم، الحمام اللي متربي زغليل في مكانه. بتأيد الحمام الوزار ولا الاسطرال؟ كله عندي واحد والشقلباز وكله. انا عندي واحد الوزار زي الشقلباز، مش فارقه حاجه. الغيه بتبقى طبق مشكل ولازم يكون فيها من كله. لازم يكون من كله. بس الحمام اللي انت بتحب تجريه في اولتك وبتشوف منه ان هو حمام كويس، هو حسب بقى انت، بقى انت حسب دماغ الغاوي. حسب دماغ الغاوي. الفرد شخصيته من شخصيه اللي بيسيبه. الفرد شخصيته من شخصيه اللي بيسيبه، بيطبق على طبعه، على طبعه. غلبان وخواف والكلام ده تلاقيش عنده غيه، تلاقي الحمام متطبق على طبعه. انما مفيش قلب، تلاقي عندك، بص رجاله انت عندك اهو يطلع 100 حمامه، مفيش فيهم فرد مضروب. مفيش فيهم فرد مضروب، ولا باخد ولا بدي منه. الموضوع ده منتهي، منتهي. لازم أن يكون فرد الحمام بطل من يوم. مفيش، ما اعرفش اسيب حمام وعين دون واخاف لا ده يجي يمسك معايا ياخد فرد يحوشه، وعن بيحوشه فرد من محمود ابو النور ناقص يعمل يدخلوا المتحف، يبقى نجم المسرح. انما عيب حق لما واحد يعني مثلا مبتدئ يحوش مني فرد حمام. ماهوش مش هتبقى كده. لا. طب ولو حد جالك لحد العش مثلا وطلب منك فرد حمام، انت عايزه منه؟ والله في بديله وفي ما بديلوش، على حسب. على حسب. انما في ناس اصحابي اصدقائي ده حمامتهم تروح لهم لغايه عندهم، سيبك من الحمام وسيبك من اي حاجه. وضد، لان ما يفرقش معاك فرد الحمام. ما يفرقش معايا. احنا غاويينها غوايه، مش عشان لسناش نحوش فرد لاكل بفاق حمام ولا كلام من دول. عندك كام سنه يا ابو احمد؟ انا عندي 49 سنه. بقالك كام سنه غوا حمام؟ بقالي انا اتولدت تلات الحمام. يعني مؤيد من 45 سنه غوا حمام. ما تقدرش تبطل الحمام؟ لا ما اقدرش. خالص؟ خالص. يعني ابطله؟ لو شهرين ثلاثة تاني بقى اغوى تاني. حاولت تبطله قبل كده؟ حاولت بس ما قدرتش. ادمان. ادمان. ادمان تفتح لي فرد الغريب؟ يعني ولا ادمان تشرب سيجارة؟ كاف عندي اطلع افتح لي ثلاثة اربعة غرباء يقعدوا يجروا كده واستناهم. دي المتعة عندي. يا سلام. والله. طب هتفرجني النهاردة على الحمام من اللي انت شفته، حمام جامد وحمام ذكي من يوم ما فتحت له، كبقى كفرد غريب. الحمام ده كله اقول لك؟ مفيش فرد سبته الصبح وجالي في نفس اليوم. الحمام ده هو اللي اسيب الفرد الصبح ممكن يقعد 3 4 ايام يجري. يجري.
في الاخر لما يوصل. يزهق خالص بس ببقى عارف ان هو جاي تمام. لو من النار هيجي ليه متربين صغاليل في مكانهم صحيح. وصاحبهم كان بيسيبهم مع بعض غاوي. طب بالنسبه لقطعيه الحمام الغريب مع بعضه ده حسب ما انت بتسيبه بقى حسب الشخصيه اللي بتسيبه. في واحد يطلع يوم سايبهم نص ساعه تلاقي فلان ساب يوم جايبهم محبسهم ومعرفش ايه الكلام ده لازما ولا خف من واحد ولا هو مين تخوض المعركه مفيش. لو هنطير مسائي ومكالب عادي على اخر جندي هنحارب على اخر ايوه دي ربنا يبارك لك يا ابو احمد. طب ابو احمد النهارده اتفتح لنا على حمامتين واتفرجنا الاول على حمامتين معينين من عندك تمام. اللهم صل على النبي. ده اشقر ده ابو احمد ده من الحمام الابطال عندي. ده من الحمام الابطال من يوم ما طيرته. اي فرد اي واحد هنا هتلاقي عنده فرد حمام زي ده يخاف يسيبه الا في الاخر لفه وحطته والله. انما الحمام ده كله اوله اول على طول كله اوله. اتفرجنا على ايه؟ طب اللهم صل على النبي. زخنجي لقيت زخنجي. اللهم صل على النبي. المهم يكون فرد حمام بيقوم وبيقوم. ما فيش فرد بحجزه الحمام ده كله اوله بسيبه على مرتين. اللهم صل على النبي. الحمام ده اللي التوب ده بيبقى ده حمام ده بص ده ده ده, ده, ده الافنه بتاعتي. الحمام التوب ده عامل ازاي؟ الحمام اللي زي ده ما ينفعش يتضرب ولا يغلط. لو غلط يبقى اللي سايبه ما يعرفش حاجه في الحمام. عصب فرد الحمام يشترط عليه يدخل الغيه او ما يدخلهاش؟ ده حمام بيبقى جيده ضعيف ما ينفعش معايا. حتى لو كان حلو حتى لو ميت حلو ما تفرقش معايا. اديني فرد مولد بس بطل. واوعى اقول لك يلا معاه لو فان من راس البر نسيب من اي حته بنسيب من الفرح بنسيب من كل حته والناس كلها عارفاني. اللهم صل على النبي عليك يا ابو الطيب. على حمام. اللهم صل على النبي. كل ده توب واحد نفس التوب توب جلد النمر ده بقى عاطفة. اللهم صل على النبي. رقبته ورقبته صفرا يفرق عن التاني. اللهم صل على النبي. ده حاجة وده حاجة وفي النصحة والزكاة. ما فيش كلام من ده. ده فرد شقلباظة. فرد شاء الله بار نصحة طبعا و... بطل. وعندي فرد برضو اخوه بس مية شوية. لو عندي اي حد ما يهونش عليه افتح له شبك. ده نص اسود ونص ابيض الفيونكي نصها ابيض ونصها اسود مقسوم. سبحان الله اوله ده ابن شخشله سود شخشله. واجاب اللي بالوحده سبحان الله سبحان الخالق. نص يعني شوف نص ابيض ونص اسود. اللهم صل على النبي. والفيونكه وكله شوف الجمال سبحان الله. بعامله زيه زي اي فرد استرالي عادي. لا عادي ولا المهم يطروي قوي. اهم حاجه ده برضه الحمد كله اخوات. الحمام ده اخوات؟ الحمام ده كله اخوات بس الام اللي الذكر اللي مختلف النتال اللي مختلفة عن الذكر. النتال اللي مختلفة. اللهم صل على النبي. فين الفرق؟ عندي من التوب ده كذا واحد يعني وامشي اتنين التوب اللي هو جلد النمر ده؟ جلد النمر ده. اخوات ما تعرفش تطلعهم من بعض. اللهم صل على النبي حقيقة. بس ده يسبق ده بسنة ده يسبق ده بسنة كده. ده تربية أولى ده تربية تانية. في الفرخ الحمد أنت طعم حد مفرخه ولا جايبه غريب؟ لا الحمام ده كله غريب. بس أنا عارف أهاليهم عارف أنا جايب الناس الحمام دول من عند ناس حبايبي زي يحيى كده. واخد بالك؟ ما يعزوش حاجة عني. من بيته يعني. الحمد لله بالتليفون بنجيب أي حاجة إحنا عايزينها. من بيته. اللهم صل على النبي. شايفين تقرشة الفرد؟ ده بس لسه هيبقى برضه استرام. أنا بقول على استرام. بس فرد حمام برضه في ذوق. انا بقول لك يعني فرد يعني ازرق هو ازرق بس ازرق بس فرد حمام بس في ذوق ابن حمام. ابن حمام حلو برضه فرد حمام وشه حلو وطوله حلو وكله ريش وكله. اللهم صل على النبي. هو ده الحمام اللي يطير. لو فرد الحمام ريشه ريش جناحه ضيق لا بقى ما
ينفع. لا شو مفرغ؟ ما ينفع. كله ربع ساعة ما. وما يأدي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على شيخنا كمان. بيقوم على الجنود. في الطعام. اللهم صل على النبي. اللهم صل. طب والغية هنا. بتطلع سيب الحمام بيت. ساعتين ثلاثة رايح جاي. ما يفرش معاك حد مفتح. ما يفرش مع اللي يفتح يفتح. ده بقول على فرط الرمان. فرط رمان او فرس الملك او فرس ملك او فرس ملك ده اللي بيبقى بالعشر الابيض في العيال. اللهم صل على النبي. حمام شكله حلو. فيزو شكله حلو. ربنا يبارك لك. تعال يا معلم احمد. تعال تعال. هذا فرد شقلباط. انت فرد شقلباط صح. بس شفته بقى. اللهم صل على النبي. فرد حمام. ربنا يبارك لك يا ابو احمد. صبح الناس يا احمد. اهلا وسهلا. احلى 100 مليون مسا عليهم. ابوك بيعلمك الغيه؟ بيعلمها لك بايه؟ بحرفنه يعني؟ هتطلع غير محترف. هو اخدها من ابوه وانت بتاخدها مين؟ منه صح. اللهم صل على النبي. ده ايه؟ بنادي. ده بنادي. شايفين الطعم والجمال جنب صورتك اهو احمد البنادي. اللهم صل على النبي. تطلع تسيبه كل يوم احمد؟ حام بيسافر نديش حاجه لحد. الناس حبايبنا بس. وده خبر. ده خد مغنى عمد شوف كل دي انتاية. اللهم صل على النبي. ده عندنا حمام برضه. هم حمامتين كويسين بس المهم يأدوا في السماء. يأدوا. ما في ناس عندهم يأدوا. حمام حلو بس فاضي. لو ما أدوش حق نجيب غيرهم بسرعة. على طول. اللهم صل على النبي. شايفين النقوشة وجمالها. النهارده احنا من غاية الهرم الرابع. الغية ديت على بيت من أبو النور. احمد البدراني. ايه مين البدراني؟ احمد البدراني. مين البدراني؟ الغيه هنا على البيت. بس هي الغيه على البيت بس الغاوي اللي فيها. المهم الغاوي اكم ناس عندها غيات. اللهم صل على النبي. انجليزي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حمامه وش وشكله حمامه مؤديه ديت للحرب دي. اللهم صل على النبي. ده الحمام الحلو يقف على الظهر كده يمشي كده زي الواحده العايقه كده. تحب انك تاكله يتمخطر على الظهر. فرد حمام وذكاء طبعا. امال ايه؟ مفيش اذكى من الحمام ده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الحمام ده كله على بيت اخواتها. الفرد ده فرد نقش متلت. قد ايه؟ معاك على استعداد الحرب. على استعداد الحرب. اللهم صل على النبي. مين اللي عامل غيه هنا ابو النور؟ ايه اللي عامل غيه هنا؟ ده احمد البدراني كان عايز يعمل عيش. عملت له العيش. انت اللي عملت العيش؟ انا اللي عملت العيش. لما عملت العيش كان عندي العيش هناك على بيتي. بس هو احمد يعني اخ ما هو صاحب. قال لي فضك من هناك. انا مش بتاع حمام. وتعالى الغيه. العيش اعمل اللي انت عايزه. اغوى وطيره. اللهم صل على النبي. ده فرد استرالي. ده فرد استرالي بس فرد من الحمام. هو بقى حمام فرد بتاع حمام كبير. الحمام. اللهم صل على النبي. برضه الناس اللي بتتفرج على الحمام هتبقى عارفه ان الحمام دوت اكيد حمام. واحنا الوقت هنوريه لهم وهو بيطير في السماء. ده فرد استرالي الورده. ده فرد كنيزر. مش فاهم عظم المربع. يعني حمام مطيه. حمام شكله حلو برضه. فرد حمام في ذوق. في زق وفي 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 شكل. والوردة الهجران. اللهم صل على النبي. وعظم شوية. عندي هنا ثلاثة أربعة أخواته برضه. نفس القصة. نفس القصة. بس اللي من غير وردة. ما أنا بقول لك الذكر يبقى واحد وعليه كذا إيه. وعليه كذا أنت. عليه كذا أنت. أنا عندك واحد أهو. الوقت الجنط ده بيفرق مع الحمام؟ ساعات في اديله واحد. بتخبطه. ده برضه بنازع. ده أخوه برضه. حمام محارب. هو فرد الحمام بيقول لك أنا محارب. من الجنط ده؟ اخوه برضه. نفس الكلام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يريح. البيبيات دي. البيبيات. الله
صلى الله عليه وسلم شكل فرد عامل ازاي بني ادم. اللهم صل على النبي. الحمام برضو كل ده مسمينه احمد البدراني. احمد البدراني البيبي ده اللهم صل على النبي، ربنا يجيبه بالسلام يا رب. اللهم صل على النبي. شايفين شكل الفرد عامل ازاي؟ احمد البدراني متصبح عليه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بني ادم، بني ادم. المكان هنا ابو النور مساعدك ان انت تطير ولا ممكن يكون المكان احلى من كده؟ لو فاي بص غوي الحمام والله لو غوت على سطح واحد وعامل طبلية على نفس الباب هطير حمام وهسيب وهعمل اللي انا عايزه. لو فاي غوي الحمام تفريش معاه مكان هم ان هو هيطير هيطير هطير هطير لو فان هطير انا العش ده معمول ما كانش فيه فرد حمام ولا كان في البيت فرد حمام. رحت جبت غيه في غيه تمام راح منهم بتاع 5-6 حمام تمام والحمد لله كله على طول ما فيش بقى فوق لا كده ولا كده كله سكه واحده بسكه واحده 100 100. طب فانت انت بتطلع تحت الشبكه ولا تفتح له على العمر على طول؟ بفتح له على طول بس لو عايز اشد لك الشبكه افتح لك على شويه. لا انا اللي انت مطبع طبع الحرام عادي. لا انا بالنسبه لي ما فيش مشكله خلاص مش هنشد الظهر وهنفتح على حمام تاني تمام؟ ماشي يا ابو يحيى على مشواران ثلاثة ويجوم عدلهم 10 معاهم يمشي يمشوا برضه تمام حد يمشي. اللهم صل على النبي. دي واحدة منهم ولا دول بيفتحوا معانا باب هما يسوقوهم بالصفارة. لو مسكوا هيتلصوا وهيمشوا. كلبشنا فين؟ بيحددوا السكه يمشوا فيها. بس هو الجو مغيم شويه الجو مغيم بس هم هيحددوا سكه وهيجروا.